اقول لهم يا اخوانا الفيديوهات ما بتوصلش الناس كتير ليه؟ يقولوا لي بقى خوارزميات الفيسبوك، خوارزميات اليوتيوب. قلت خلاص خلينا نجيب سيرته ونشكر فيه، يمكن يرضى علينا هو وخوارزمياته. بس هو مين ده بقى اللي ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه؟ كملوا الحلقة وانتوا تعرفوا مين ده وحكايته ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد حسين وحلقة جديدة من فيها حاجة حلوة. يا رب حلقاتنا من سلسلة علماء المسلمين تكون عجباكم واستفدتم منها، ويكون وصلكم هدفي من الحلقات انكم تعرفوا اننا كان عندنا علماء مسلمين عملوا حضارة كبيرة وعملوا اختراعات مفيدة قامت عليها علوم الغرب. وعلشان ما ضيع لكمش وقتكم، وبما ان حلقاتنا اساسا كان المفروض انها تتعرض في رمضان اللي فات، وكان الاتفاق معاكم اني ابدأ اتكلم عن سنة مهجورة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. فسنتنا النهاردة هي سنة اذكار الصعود والنزول، يعني لو طالعين السلم او نازلين منه، او حتى طالعين او نازلين في الاسانسير بنذكر الله سبحانه وتعالى. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا اذا صعدنا كبرنا، واذا نزلنا سبحنا. وفي رواية: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صعدنا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا. خلينا نحيي سنة مهجورة، وهي وإحنا طالعين نقول الله أكبر، وإحنا نازلين نقول سبحان الله، وناخد أجر السنة في عملها وفي إحيائها. نيجي بقى على الجزء الثاني من الحلقة، وهي عن عالم من علماء المسلمين. تخيلوا العالم ده وأنا قاعد أحضر الحلقة وعمال أقرأ عنه، ما كنتش مصدق ومتخيل قد إيه عالم مسلم من 1244 سنة قدر يوصل للي وصل له ده بالوسائل البسيطة في عصره اللي متاحة لنا طبعا في وقتنا الحالي. وازاي ان العالم ده ليه فضل كبير في اننا نستخدم الكمبيوتر؟ واكتشفت ان العالم ده اللي من 1244 سنة ليه الفضل لحد النهاردة على الناس كلها اللي بتسافر بالطيارة وبتركب العربية، لان علمه اسهم بشكل كبير في علوم الطيران والميكانيكا والفيزياء. ومش كده وبس، ده هو اللي اخترع الارقام العربية، ده غير انه ليه الفضل كمان انكم قادرين تشوفوني على اليوتيوب النهارده. بطلنا النهارده في سلسلة علماء المسلمين هو العالم ابو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي، عالم الرياضيات والفلك والجغرافيا والفيزياء والكيمياء. وكالعادة لازم نجيب القصة من اولها ونروح مع بعض على مدينة خوارزم اللي موجودة في اقليم خراسان، اقليم خراسان الاسلامي اللي حاليا من ضمن حدود جمهورية اوزبكستان. وفي سنة 164 هجرية 781 ميلادية اتولد الطفل محمد بن موسى الخوارزمي اللي اهتم بأهله وكعادة الناس زمان، واللي أتمنى أنها ترجع دلوقتي يعيش سنوات طفولته مع حفظ القرآن الكريم. بس اللي يلفت انتباه أهله اللي بيشتغلوا مزارعين وفلاحين إن ابنهم محمد بن موسى مش زي الأطفال اللي في سنه بيحب اللعب، لا ده كل ما يدخلوا عليه يلاقوه ماسك كتاب عمال يقرأ وحواليه كتب كتير، لدرجة أن أمه كانت دايماً تقول له روح العب مع أصحابك، وكان يرد عليها ويقول لها الكتب هي أصدقائي، أريد أن أفهم الأرقام وأسرار السماء. وده اللي يخلي أهله يعني يحسوا أن ابنهم مش هيكون زي أي طفل عادي. ويبدأ محمد بن موسى يتعلم مبادئ الرياضيات والفلك اللي عرفها وأتقنها، لدرجة أن أساتذته نصحوا أهله أنهم يبعتوه يكمل تعليمه برا، لأن مدينتهم بقت ضيقة عليه ومش هتلبي طموح العلم. وياخد محمد بن موسى الخوارزمي اللي بقى عنده 20 سنة ياخد القرار انه يهاجر من بلده لطلب العلم، وبالفعل يسافر حوالي 3000 كيلومتر بدون طيارة ولا عربية، ويهاجر من أوزبكستان لبغداد عاصمة الدولة العباسية وعاصمة علوم الدنيا كلها في الوقت ده. ويقدر الشاب محمد بن موسى يدخل دار الحكمة. طيب ايه دار الحكمة دي بقى؟ دار الحكمة دي تعتبر الجامعة والمكتبة الأكبر في العالم، واللي أسسها الخليفة العباسي، وكان فيها أكتر من 1,600,000 مجلد. ده غير عدد العلماء الكتير جدا اللي كانوا بيدرسوا وبيدرسوا فيها، واللي كانوا من كل بلاد العالم من العرب والفرس والهنود وغيرهم، وكانوا بيترجموا ويدرسوا علوم الحضارات السابقة. ويدخل محمد ابن موسى الخوارزمي بيت الحكمة، واللي من دلوقتي هنختصر اسمه للخوارزمي، لأن دخوله بيت الحكمة كان نقطة فاصلة في حياته لما بدأ يتعلم ويشتغل. طبعا زي ما قلنا من شوية أنه أتقن المبادئ الأساسية لعلم الرياضيات والفلك،
وكانت دي القاعدة اللي انطلق منها لتطوير علوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والفلك والجغرافيا كمان. وكان مقسم يومه بين انه يتعلم ويطور العلوم الكتيرة دي وكمان يشتغل في بيت الحكمة مترجم للكتب اليونانية. يعني نقدر نقول ان الخوارزمي بجانب علومه الكتيرة كان بيتكلم لغات. واستفاد الخوارزمي جدا من شغلانته في الترجمة اللي اشتغلها بجانب دراسته، لانه بقى يترجم ويذاكر من الكتب الأجنبية، وده اللي اداله أفق أوسع من غيره واداله مصادر اطلاع أعلى من غيره، فادته جدا في انه يتحول من دارس لباحث لأعظم مطور لعلم الرياضيات اللي لحد الآن نظريات الكمبيوتر والطيران قايمة على علمه وأفكاره وقوانينه الرياضية. وأديكم مثال، فاكرين كلمة اللوغاريتمات اللي كانت بتعقدنا وتكهربنا واحنا في ثانوي؟ ومن غير ما ندخل في تفاصيل اللوغاريتمات اللي على أيامنا كانت عبارة عن جداول بنستلمها في لجنة الامتحان فيها الأسس أو اللوغاريتم اللي هي العملية العكسية للدوال الأسية، قبل طبعا ما يسمحوا لنا لما كبرنا شوية ان احنا نستخدم الآلة الحاسبة في الامتحان. اهو الخوارزمي هو اللي اخترع الجداول دي، لدرجة انها لما ترجموها باللاتيني ايام ما كان العلم عربي اسلامي والغرب بيترجموا عندنا سموها على اسمه الجوريثم، يعني الخوارزميات نسبة لمحمد بن موسى الخوارزمي. والخوارزميات دي هي اللي عملت حاجة اسمها الباينري سيستم اللي قامت عليه برامج تشغيل الكمبيوتر اللي هو نظام الزيرو والوان اللي هو في أي جهاز عبارة عن الأون والأوف. الخوارزمي تحول بعد كده من طالب علم وباحث إلى واحد من أكبر علماء دار الحكمة، ويعينه الخليفة العباسي المأمون ابن هارون الرشيد، واللي كان بيحب وبيهتم بالعلم والعلماء عين الخوارزمي مسؤول عن خزانة كتب الخليفة، يعني نقدر نقول بقى مدير جامعة دار الحكمة. العالم الكبير الخوارزمي هو اللي اخترع علم الجبر والمقابلة، وده علم شامل أكتر من أي فرع تاني في علوم الرياضيات والحساب. وكلمة جبر أو جبر معناها يجبر الشيء ويستكمله، وكلمة مقابلة يعني موازنة المعادلة، وده لأن مخترع علم الجبر العالم الخوارزمي كان بيوصف العلاقات بين متغيرات معينة عن طريق معادلات من طرفين، والمتغيرات دي مثلا زي العلاقة بين عرض سلعة معينة وسعرها. ده طبعا على أبسط مثال. هقول لكم على حاجة، فاكرين زمان المعادلات X زائد 1 تساوي 2؟ الخوارزمي كان دايما يقول لطلابه لقد وضعت قواعد الجبر ليس فقط للأرقام بل لحل مسائل الحياة نفسها. وبالمناسبة لما أقول مخترع علم الجبر هو الخوارزمي أنا مش ببالغ، لأنهم في الغرب لما أخذوا العلم ده وترجموه للغة اللاتينية كمان ترجموا اسمه وسموه الجبرة، وفضلوا يدرسوا كتب الخوارزمي في جامعاتهم لأكثر من 1000 سنة. الخوارزمي كان له الفضل في اختراع الأرقام العربية عن طريق الزوايا زي ما انتم شايفين على الشاشة دلوقتي، واللي كنا أساساً فاكرينها أرقام إنجليزية، لكن الخوارزمي نسب الأرقام للزوايا، يعني رقم 1 عنده زاوية واحدة ورقم 2 عنده زاويتين وتلاتة عندها 3 زوايا وهكذا. والروح من الرياضيات للجغرافيا إلا الخوارزمي كان له يعني دور كبير في تطويرها ورسم الخرائط بتاعتها وربط الجغرافيا مع علم الفلك اللي كان أستاذ فيه. العالم المسلم الخوارزمي كان ليه كلمة جميلة جدا لما كبر وقبل ما يتوفاه الله قالها، وهي العلم لا ينتهي لكنه ينتقل من عقل إلى عقل وما كتبته سيظل حيا من بعد. وده اللي حصل بالفعل ولمسينه النهاردة بنفسنا لما علماء الغرب استخدموا نظريات الرياضية والجوريثم أو الخوارزميات اللي ساعدت في عمل برامج السوفت وير في الموبايلات والكمبيوترز واليوتيوب كمان وغيرها. ده غير إن معادلات علم الجبر زي المعادلات الجبرية أو أحادية المتغير اللي هي بيسموها المعادلات التربيعية هي أساس علم الطيران وحساب ارتفاع الطيارات وكمان سرعتها. أنا بكلمكم عن معادلات وأسس جبرية وحاجات في الرياضيات معقدانة لحد دلوقتي اكتشفها العالم المسلم الخوارزمي من 1200 سنة. وياريت كل اللي مش بيحب الرياضيات أو مش شايف إنها ليها فايدة في حياته يشوف الحلقة دي ويعرف قد إيه الرياضيات والفيزياء مهمة لحركة حياتنا وللتكنولوجيا ولحركة الكون عموما. وتحية خاصة لمدرسين ومدرسات الرياضيات. ونرجع للعالم المسلم الخوارزمي اللي حب ينقل لنا علمه من عقل لعقل زي ما كان بيقول، فعمل لنا كتب هقول لكم عن بعضها. كتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة، وده أول حل منهجي للمعادلات الخطية والمعادلات التربيعية. كتاب الجمع والتفريق بحساب الهند، كان له كتاب في الفلك اسمه غريب شوية كان اسمه كتاب الزيج السند هند،
واستخدم فيه الخوارزمي علم المثلثات، وكان بيتكون من 37 فصل عن الحسابات الفلكية وحسابات التقويم، وكان في 116 جدول متعلق بالتقويم والبيانات الفلكية والتنجيمية، وكمان جدول لقيم جيب الزاوية. وكان ليه كتاب في الجغرافيا اسمه صور الأرض اللي صحح فيه بيانات العالم اليوناني بطليموس عن أفريقيا والشرق الأوسط. ده غير ان الخوارزمي ساعد في مشروع لتحديد محيط الأرض، وفي عمل خريطة للعالم، وفي عهد الخليفة العباسي المأمون أشرف على 70 بحث جغرافي. وتمر الأيام ويموت العالم المسلم أبو عبد الله محمد ابن موسى الخوارزمي، عالم الرياضيات والفلك والجغرافيا والفيزياء والميكانيكا، لكن علمه ما ماتش، وبقيت نظرياته وأفكاره علشان تكون أساس للرياضيات والفلك والجغرافيا والتكنولوجيا الحديثة. خلصنا حلقتنا عن العالم المسلم أبو اليوتيوب لأبو الجبر أبو الفيزياء، العالم أبو عبد الله محمد ابن موسى الخوارزمي. ونيجي بقى على المسابقة اللي مش رمضانية، وبما أننا متفقين أن السؤال هيكون من القرآن الكريم، وكمان بما أننا بنتكلم النهاردة عن عالم الرياضيات أبو الجبر والأرقام، فسؤالنا النهاردة هيكون له علاقة بالأرقام. والسؤال بيقول: ما هو أكبر عدد وأصغر عدد ذكروا في القرآن الكريم مع ذكر الآيات؟ خلصنا حلقتنا، وقابلكم الأسبوع الجاي إن شاء الله مع عالم مسلم أو عالمة مسلمة اخترعوا لنا حاجات كتير خلت حياتنا فيها حاجة حلوة.